بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي المتابعين. في هذا المقطع راح اعمل غسيل محرك من الداخل باستخدام زيت ديزل. زين، طبعا هذه العملية راح تستغرق في حدود من 500 كيلو الى 1000 كيلو. يعني اذا حطيتها 1000 كيلو، اذا مشيت المركبة، يعني حطيت هذا الديزل مشيته 1000 كيلو ما عندك اي مشكلة، ومن بعدها راح تركب زيتك العادي. زين، طبعا المركبة عندي الله يحفظكم مازدا 2014 ماشية حاليا 259600، قولوا ما شاء الله. راح نحط الزيت ونمشيها تقريبا 260 و500. زين، اقل من 261، 260 و500، وراح نبدل الزيت المناسب للمركبة. الحين راح نبدأ إن شاء الله العملية هذه. طبعا هذه طريقة من طرق الغسيل، ممكن تغسلها بالمواد المخصصة أو تنظف المحرك من الداخل. تنظيف المحرك وليس غسيل، تنظيف المحرك من الداخل. وممكن أيضا تنظفها بزيت الديزل، تمشي فيه مسافة مثل ما قلت من 500 إلى 1000. راح نفرغ الزيت القديم، وأيضا نخلع الفلتر ونظفه ونصفيه من الزيت القديم ورجع في نخلع الفلتر القديم. زين، راح نطلع الاي اللي فيه زيت ونصفيه، وبعدين ان شاء الله راح نرجعه حسب العلبة او الفلتر الجديد. طبعا ما راح اركبه، لكن نشد من 12 إلى 16، راح اشده تقريبا حدود 16 او 18 نيوتن الفلتر القديم. ايضا راح نفتح البرغي السفلي للزيت، واعتقد ان راح نحتاج ممكن هذا النوع من فكات. هذا المفك تقريبا مكتوب عليه S8، إذا راح نبدل الواشر وننظف المنطقة هذه، لأن أحيانا ممكن المنطقة هذه تكون فيها برادة. ممكن طبعا خلعت الواشر، لكن للأسف ما عندي واشر نفس القياس، بالتالي راح أرجعه في مكانه. فقط راح أضيف له سيليكون، قليل من السيليكون تاسي ساعد 2. المركبة تاخذ تقريبا في حدود 4.5 تقريبا لتر من الزيت. هذه طبعا الديزل 5 لتر ما راح نعبيه كامل، راح نعبي 4 لتر، وراح نتوقف نشغل المركبة ونشوف الوضع. 1، 2، 3، 4 وهذا الخامس، راح نوقف على هالخط هذا. شوف
اقول لك مكان مستوي صراحه. طبعا من مميزات صراحة زيت الديزل أن يحتوي على الكالسيوم سلفات كريل طويل السلسلة قد يسبب تفاعل أرجي زين خذ تخلص ما أدري شو أساس. وفي مواد صراحة مواد تنظيف للمحرك زين عبينا تقريبا أقل من 4 راح نشغل للمحرك مركبة ننزل المركبة ونشوف وضع الزيت فيها. ناخذ قياس الزيت ناقص لتر يحتاج الى لتر ممكن راح ياخذ الخمسة صراحة كامل مازدا 200 cc زين ممكن راح تاخذ الخمسة لتر كامل مع فلتر ويا الفلتر يعني اشوف انه فقط عبيناه 3.5 بعدين نعاود الفحص تقريبا وصلنا للنقطة أو المستوى المطلوب ممكن عبيت 4.5 راح يكون كافي هذه النقطة واصل عليها 4.5 راح يكون كافي صراحة. ما احتاج نزيده لأنه حتى لو عبينا 4 راح يكون أيضا جيد. شيل الآيل صراحة بعد 1000 كيلومتر ممكن أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة ونلتقي إن شاء الله معكم في مغات أخرى نتعلم مع الجمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدأ الإعجاب وأيضا نشر محبكم. تابعوني إن شاء الله بعد 1000 كيلومتر ممكن أسبوع أو 10 أيام أو أسبوعين راح أغير الزيت وأيضا أعبي مادة سيرتك حامي أو وقاية للمكينة وأيضا راح أعبي الزيت المناسب للمركبة. أشوفكم على خير إن شاء الله.
صلى الله عليه وسلم.